السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. موعد مباراة برشلونة اليوم أمام غرناطة، مباراة في الجولة 20 من الدوري الإسباني اليوم السبت 8 يناير 2022 8/1/2022. المباراة بإذن الله تعالى متابعينا الكرام عادة الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة عادة الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. المباراة بعد الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة متابعين الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم، وبين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية، وبين ان 4K. ملعب المباراة ملعب نويفو لوس كارمينيس الخاص بنادي غرناطة. الجولة 20 من الدوري الإسباني، والمعلق المتألق عصام الشوالي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.